وبعيد كتير عن الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي نور عن خسارة الوزن صحيح. وبعض أنواع الأدوية وإذا مفيدة أو مضرة أو لا. رح نبقى مع السيدات والصبايا وهي الفقرة مخصوص للشي اللي صرنا عم نسمع عنه حاليا كتير اللي هو نحت الجسم من خلال الرياضة، تمارين الرياضية قدي مهمة. وعالميا اتفق كل الاختصاصيين والأطباء بالعالم أنه الرياضة هي يمكن أهم وسيلة وأكثر وسيلة آمنة للحصول على جسم وصحة جيدة مهما كان عنا حتى أمراض. فالرياضة بكتير أوقات هي تعتبر جزء من العلاج. أكيد، لأنه الرياضة حياة سلمة، كلياتنا نطمح لنحصل على جسم مثالي. اليوم بنشوف كثير من الصبايا بتتجه للرياضة لنحت الجسم بعيدا عن كل الوسائل يمكن بتكون بالسوشيال ميديا دعائية هي، بس ما في نتيجة أساسية صحيح. لصحة وسلامة الجسم. الرياضة بالإضافة للنظام الغذائي الصحي، كثير من التمارين الرياضية بتساعدنا لبناء عضلاتنا ولنحت جسمنا بطريقة رياضية وصحية وسليمة. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الكوتش إبراهيم محمد. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير كوتش. أهلا صباح النور. خلينا نبلش اليوم، نسمع كثير عن هاي الشيء صار شائع انه انا اختلف جسمي ماني بحاجة عملية نحت، عملت نحت من خلال النادي وبعض التمارين الرياضية، هل صحيح هذا الشيء؟ هلا هذا الشيء صحيح اكيد. هلا نحن بالنسبة لنحت الجسم، شو هو كلمة نحت الجسم؟ نحن بنتخلص من كمية الدهون الموجودة بجسم، تمام، نوصل لجسم مثالي مثلا ونبرز هيك مناطق معينة، مناطق خصر صغير مثلا، ورك حلو مثلا، ايدين مشدودة، انه بنلتزم نظام غذائي مع نظام رياضي محدد انه نوصل لهالنتيجه نحن. بس في عالم عم تبالغ بالموضوع كثير، عم يلجأوا لعمليات ومعمليات تحت الجسم، وهي انا ما بنصح فيها بنوب من كثر المضاعفات وما مضاعفات لها. صحيح. بقى نحن على الرياضه وعلى النظام الغذائي اكيد بنوصل للهدف بدنا اياه. طب خلينا نحكي عن خطوات تدريجيا الكوتش، يعني بالبدايه كيف ببلش بناء العضلات ونحت الجسم؟ اول شيء لنتخلص من الدهون الجسم، يعني مع نظام غذائي ورياضة بنبلش نخسر الدهون كاملة نرجع نعيد بناء العضلات من أول وجديد؟ هلأ أول شيء نحن بنشوف طبيعة الجسم، نحن مثلا إذا الجسم فيه دهون كمية كبيرة بدنا نحاول نتخلص من كمية الدهون. بس هالطريقة مو فجأة هيك دغري إنه نمنع الأكل ونمنع كل الزيوت ونمنع الدهون الصحية، وهي إنه بالتدريج يعني خطوة خطوة يمشي الواحد، مو مثل ما عم يعملوا العالم مثلا بيقطعوا السكر بيقطعوا الدهون كل شيء فجأة بشوفي نحف الواحد بعد فترة صار ضعف ما هو الهين. صحيح. بقى نحن بدنا نمشي بنظام غذائي انه نظام حياة اسلوب حياة طول عمره يمشي عليه الواحد، مو يقطع كل شيء اكل، بالتدريج مع نظام رياضة وممارسة بعد التمارين الرياضية يعني بيوصل للهدف تبعه. طيب دكتور، كثير سيدات بيحبوا انه هن يمارسوا الرياضة احيانا بالبيت بعيدا عن النوادي، وخصوصا اذا حدا عنده شكل جسم لسه ما نو راضي عنه فبيكون بيخجل شوي انه ينزل عن النادي. الاغلبية بنشوف الصبايا اللي جسمهم حلو هن اللي بالنادي اغلب الاوقات. فخلينا نقول هل فيها انه هي مثلا تمر تعمل جلسات معينة، تعرف هلا صرنا بنسمع في كوتش بيدرب مثلا خصوصي، فينا ندرب خصوصي فيها، تشوف تمارين على الانترنت تدرب عليها، فشو بتنصح بها؟ انا فيلو اي سيده فيها تلعب تمارين بالبيت يعني بس يكون عندها مثلا دامبل سيخ مثلا تمارس اي تمارين، عندك اللانجز، عندك السكوات، عندك اي تمرين رياضي، تمارين المعده، تمارين الخواصر بتلعبهم بالبيت. بس كل التمارين الرياضيه بدون اتباع حميه غذائيه ما رح تستفاد شيء اذا بالبيت واللي بالنادي، بس ممكن صحيح. تلعب بالبيت وتستفاد على هي على التمارين الرياضيه. بس نحن هو العالم مو عارفين شو هو احتباس السوائل بجسم، يعني شو هو هي الدهون بجسم، انه كيف عم تطلع مثلا هن. هو هي الدهون بجسم انه احتباس سوائل مرفوعه عنده نسبه الصوديوم الاملاح، يعني كل ما ارتفعت نسبه الصوديوم بصير تخزين دهون دهون. نحن شو بنعالج بالبوتاسيوم، بتعملوا تحليل دم بالبداية مثلا؟ شو هو التحليل ممكن يعمله شخص ليعرف إذا عنده احتباس سوائل أو لا؟ ببين نسبة الدهون، في أعراض له انتفاخات بالرجلين، في التهاب عقد لمفاوية مثلا، هي المسؤولة هي الإفرازات عنا. إذا كانت العقد اللمفاوي مثلا تتجمع أكثر شيء عند السيدات بالأرداف، منطقة الأرداف والبطن، بتشوفيها مجمعة مثلا مثل قطعة الجبن البيضة. قد ما لعبت رياضة وما رياضة في شغلة ما بيعرفوها يعني مدربين رياضة، إنه ما بتدوب ولا بتنحف، بتضل هيك يعني مثل قطعة الجبنة. نحن شو بدنا نساوي؟ بدنا ناخذ بوتاسيوم، هي بكون صوديوم متجمع عنده، ناخذ بوتاسيوم مثلا بدنا شيء 4700 ملي جرام باليوم. العالم بتفكر اذا اكلت موزه مثلا حصلت على البوتاسيوم، بدك تقريبا ما يعادل 12 موزه باليوم لتحصل هاي الكميه من البوتاسيوم. لا ياكل هي اذا في انا العقد اللمفاوي اللي موجود عندك بالرقبه بالبطن بالهي، هدول كثير هن اللي بتفرز القصص.
بقى ناخذ نحن بوتاسيوم هو ضد الصوديوم بيشتغل بخفف احتباس السوائل مع تمارين رياضيه بيحصل واحد على النتيجه المناسبه له. طب خلينا نحكي عن النظام الصحي الغذائي بعدين نتجه لنحكي عن التمارين اللي اهمها كيف تبلش مع اي صبيه او شاب حابب فعليا يحصل على جسم فينا نقول مثالي. النظام الغذائي هو مرافق للرياضه. هلا اي نظام غذائي رياضي بده يكون نظام متكامل عندنا، يعني بده يكون بيشمل بروتينات كربوهيدرات ودهون والياف. هلا انا اهم شيء بنصح اهم شيء بالالياف تكون موجوده لانه البوتاسيوم عالي فيها يعني بالنسبه لخساره الوزن، ودهون صحيه مثلا افوكادو زيت زيتون زور سمسم. البروتينات عندنا نوع نباتي وعندنا نوع حيواني، مثلا باخذ منه هو الافضل الحيواني اكيد نسبته اعلى، وكربوهيدرات مثلا بطاطا رز بني هدول القصص ما يعني ممنوع حدا يقطع فيهم وحده. يعني بتشوفي السيدات مثلا بيعملوا حمي قطعنا الرز قطع كامل غلط. كربوهيدرات مثلا قطعنا الدهون الخبز الخبز ممكن نقطعه وناخذ خبز اسمر بديل عنه. يعني نمشي بالتدريج، والغلط اللي عم يوقعوا فيه اكبر العالم انه بتقطع كل شيء عن الجسم. كل شيء عن الجسم بينحف الواحد 10 15 كيلو بالشهر بعدين بينبسط الجسم بيعمل بس شوف النتيجه تماما رد بزيد الوزن اضعاف. نمشي حمية متكاملة انه الاربع عناصر فيتامينات موجودين فيها يكونوا الكربوهيدرات والالياف والدهون والبروتينات، ومع التمارين الرياضية بيوصل لنتيجة بده اياها بدون اي حاجة لعملية جراحية. دكتور دكتور معلش يعني بما انه عم نحكي عن مواضيع بالتغذية فاخذ شوي لساني. خلينا نحكي اليوم كوتش، كثير من السيدات بيكون عندها مشاكل صحية مرافقة للسمنة وخصوصا كل ما تقدموا بالسن بالعمر. بنعرف حتى في شباب بيكون عندهم ديسك بعد ان الامراض العظام فبيكون شوي صعب عليهم الحركه، ومع هيك الطبيب بيقول لا لازم تعملوا رياضه لانه في رياضه هي نوع من العلاج الفيزيائي للمفاصل. نحكي عن اهميتها وهي بتنعمل بقلب البيت يعني ما انا صعبه. تمام. هلا كل ما تقدم الانسان بالعمر بتقل نسبه عنده افراز هرمونات بس انه مو ممنوع يلعب رياضه. لان عندي بالنادي مثلا عالم 73 سنه عمره تماما عم تلعب كارديو ساعتين مثلا تمارين رياضية هوائية، تمارين هوائية كلها بتساعد المفاصل وكله بس مع نظام غذائي يعني كلهم طبعا. يعني العمر انه مجرد رقم ما له دخل كل ما كبر بس بتقل انتاج تسترون الواحد. يعني بس في رياضات مخصوص للي عنده مشاكل بالظهر او بال اي بالديسك مثلا ديسك بنعالجه بالرياضة نحن مثلا اي رياضة بس اوزان خفيفة وتمارين محددة انه يعني ما له دخل العمر عندنا. في عالم انه والله انا كبرت بالعمر ما عاد في، لا بالعكس العاب بتستفاد كمان بياخذ نتيجه اكثر. ما له دخل العمر، العمر رقم انا على طول بحكيها هي. طب كوتش خلينا نحكي عن التمارين الرياضيه وبناء العضلات ونحت الجسم، بالبدايه كيف بتبلش مع الصبيه؟ نحن بنعرف تدريجيا يعني كل يوم عضلتين بتبلش هي بس مراحل طويله، يعني نحن بنقول يوميا لازم يكون التمرين الرياضي او لا يوم ايه يوم لا، ولا لتحصل على نتيجه لازم الالتزام بشكل مستمر؟ هلا انا اي شخص بنت او شاب بيجي عندي انه بشوف شكل الجسم حسب طبيعه شكل الجسم، اذا نسبه الدهون عاليه عنده هذا يوميا وعنده مثلا يوم راحه بده يكون من هي بالاسبوع اما جسم طبيعي وهي عنده يومين راحه لانه الراحه مفيده مثل التمرين يعني صحيح. الجسم بيستعيد نشاطه والخلايا العضليه كلها بالراحه. بنشوف البنت مثلا نكتب لها نظام حمي سهل اول شيء مشان ما تمل دغري تمل انه بنحط مثلا اذا كانت تاكل مثلا باليوم مثلا قطعتين حلو بنعمل قطعه حلو نخفف تخفيف تدريجيا ما بدك تقطع لها اياهم فجاه هي ما عدت تلعب رياضه بتكره بتقول لك نظام هذا حرمان ما في. نكتب لها برنامج وين في دهون مثلا مناطق فيها دهون بنركز عليها بتمارين اكثر. هي اكثر شيء يمكن عند البطن والورك كل السيدة. السيدات يعني عندك دهون بنسميها نحن الدهون العنيده هون كيف بيتم التعامل معها؟ هي هلا نحن لما بنمسك حميه غذائيه بيجي الجسم شو بيساوي؟ بيسحب هي الدهون بيحرقها وبيحولها لطاقه. مشان هيك نحن بنعطيه حميه للشخص بصير يستهلك الجسم الدهون بيحولها لطاقه، مو انه عم ياخذ دهون من مصدر خارجي. بقى نحن بالطريقه بنحرق مع تمارين رياضية كل ما انا بتذوب بتصغر الشحوم بتتفكك ليوصل لجسم المطلوب. طيب دكتور برجع بقول له دكتور كوتش خلينا نحكي اليوم عن بناء الجسم بحد ذاته. اليوم الشباب عندهم هذا هاجس انه يكون جسمه حلو متناسق وعنده عضلات كتافه عريضه اكثر طبعا من الصبايا اللي هي بهمها بس يكون شكل جسمه متناسق ونحيل القوام مثل ما بيقولوا. اليوم صرنا عم نسمع عن كثير اخطاء صارت عم تصير باستخدام المواد، يمكن الحقن خف لانه صار ينحكى كثير عن مخاطره، ولكن الادويه والفيتامينات وبعض لسه لهلا عم نشوف للاسف بكثير نوادي عم بيتم
الشباب عم ياخذوا هاي الادويه بياخذ مظهر جميل بعد فتره اذا قطع بيرجع بينحف وحتى يمكن تصير شكل الكتله العضليه ابشع من وقت ما كان نحيف. صح. هلا بالنسبه لموضوع الهرمونات مثلا نحكي عن الهرمونات انه بيكون شكل وبعد فتره بيقطع، لانه لما الرياضي عم تعطيه هرمون مثلا، نحن ما بنعطي هرمون الا اذا كان حدا عنده بطوله او تجهيز مسرح اجباري بده يعني ياخذ هرمون. يعني ما في بطل عندنا بسوريا مشارك ببطوله غير اخذ هرمون قولا واحدا. بس مو هيدا الشيء هلا هدول على الصحه ولا لا؟ هلا بتكون بنسب مدروسه. إلا نسب مدروسه ودكاتره وما دكاتره، وفي تنظيف بعد ما تخلصي انه الكورس. بس شو عم يصير؟ الشاب وصل هاي الجسم الحلو دني بده يحافظ عليه، بده يحافظ عليه، خلص بطوله ما عاد التزم بشيء، اكله صار اقل نسبه اكل، تخبيص بالاكل كله بيتحول لدهون. اما لما كان هو مثلا عم ياخذ هرمون نظام غذائي يعني محسوب قاسي بدقه عاليه وتمارين وهرمون بده يوصل هذا الجسم. بس اكيد مو اي شخص بياخذ هرمون بيطلع له عضلات، هذا صار له شيء 15 20 سنه عم يلعب، يعني هرمون محفز نمو، مو انه بيطلع لنا عضل. بفكر العالم اذا الواحد بياخذ ابره هرمون بيطلع له عضل، لا هذا غلط هذا الحكي. طب واللي بيكون صالون شهرين ثلاثه وبنشوف شكله اختلف، هذا هون شغله مدرب وضمير. اي عم يصير عم يجي واحد عمره تحت 18 سنه امبارح تفاجأت فاتحين له هرمونات مثلا احد النوادي. قد ايه بتاثر على صحته؟ بتاثر كثير على الكبد وعلى الكلاوي وعلى الانجاب، يمكن يصير معه عقم. ولانه اكيد اللي اعطيها ما نفهمها، لانه لو فهمها ما بيعطيها، لسه مو صار له شهر شهرين، يعني لسه التسترون عنده مو انتاجه بجسم لسه ما مكتمل. طيب كوتش، في كثير من الاجراءات بيقوموا فيها الرياضيين مثل ما قلت، هي مثلا مثل باجراءات مدروسه يمكن مع استشاريين صحيين سليمين او دكاتره، مثل الهرمون وبعض القصص اللي بنسمع عنها، مثلا ابر حقن لتذويب الشحوم هي بتكون بمناطق معدده بالجسم، بروتين صناعي ممكن يترافق هون. هدول الاجراءات خلينا نحكي عنهم لكل الشباب اللي عم يمارسوا الرياضه، قديش مهم مع استشاري، يعني بيكون مثل ما قلنا يمكن حكينا بحلقه سابقه في كوتش ما بيكون كوتش رياضي يعني عامل دوره او كذا، فبيعطي كثير من القصص والتعليمات اللي غير الخاطئه وغير سليمه لصحه الجسم. تمام. هلا على طول في مثل بيحكي اعطيه خباز خبزه لو اكل نصه، يعني في صار مثلا كوتشات كثير جداد على اللعبه حتى لو شهادات ودورات، يعني بضل الخبره العمليه احسن انا برايي، يعني قديم باللعبه هلا بالنسبه لموضوع مثلا انه البروتين وما بروتين، انا بنصح انه اللي بياكل اكل نظامي بياخذ احتياجاته من البروتين ما له بحاجه للبروتين. بس في شباب عنده وظائف وشغل وماش انه بيروح، يعني اذا اخذ كاسه بروتين فيها مثلا 25 جرام بروتين بتعوضه عن وجبه غذائيه بديل عن وجبه، مو بديل الاكل. انا مفكر انه بدال الاكل، لا هذا غلط. هي بالنسبه لموضوع البروتين، بس مو انه مضر، يعني مثل السيرلاك تبع الاطفال بتعطيه الام لابنها بس مو بديل طعام، يعني ما في اهم من الاكل الطبيعي. صحيح. نجي لابر حارق الشحوم. الابر حارق الشحوم هي ماده اسمها الجرانتين، هي بنعطيها نحن تحت الجلد بالبطن، بتساعد بعمليه حرق الشحوم. بس قديش مهم مصدره يكون سليم؟ هي النقطه. مصدره هلا يعني من الصيدليات موجوده فيها، بس قد ايه مهم انه اذا ما التزمت بحمي ما تستفادي شيء. انه في بيجوا بنات انه بدنا ابر حارق شحوم للبطن، تعطيهم بالبطن تخلص منهم تاكل قطعه حلو، تاكل جاتو، ما راح تستفاد شيء. صحيح. يعني كله اخر شيء مرجوع كل الرياضه اذا ما اتبعتي حميه غذائيه هو الالتزام بالغذاء. بالغذاء ما راح تستفادي شيء منهم. اكيد. اليوم كوتش اعطيتنا معلومات كثير مهمه، بنتمنى الكل يكون استفاد منها، ومثل ما قلنا بالبدايه الصحه اساسها اللي هو الاعتناء من داخل الجسم ومن خارج الجسم ايضا بالرياضه. شكرا كثير لك. أكيد بدنا نشكرك كوتش إبراهيم محمد على وجودك معنا، دائما في معلومات مفيدة، وحضرتك بطل الجمهورية كمان، نعتز ونفتخر بوجودك معنا بصباحاتنا. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. شكرا لك كوتش.